هذا ويحتفل المسيحيون الشرقيون في مصر والعالم بذكرى ميلاد السيد المسيح والذي وافق 7 من يناير كل عام. هذا وقد تزينت الكنائس بالشموع والأنوار وبدأ إقامة المراسم الدينية والصلوات والترانيم والأناشيد الخاصة بهذه المناسبة. عنه الأستاذ عمرو القاضي لحضور هذا الاحتفال، الأستاذ أيمن حسام الدين رئيس جهاز الحماية المستهلك الذي أناب عنه الأستاذ مينا حنة والأستاذ جورج منير. كما أشكر أيضا سيادة الرئيس لتهنئته لنا وإفاده السيد الأستاذ عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد. كما أشكر معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أناب عن سيادته سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للتهنئة بالعيد والذي يحضر أيضا معنا بصفته أيضا. سيادة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الذي أناب عن سيادته سيادة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الذي هنأنا بالعيد وأناب عن سيادته اللواء أكرم الجوهري للتهنئة بالعيد. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي أرسل لنا برقية تهنئة وأناب عنه السيد الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي هنأنا بالعيد. شكر خاص للسادة الوزراء الذين حرصوا على الحضور للتهنئة بالعيد. سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي هنأنا بالعيد وأناب عنه سيادة اللواء أسامة الحبال. السيد الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الذي هنأنا بالعيد وأناب عن سيادته اللواء أحمد رفعت وسيادة العقيد محمد رضوان. الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران سيادة المستشار علاء الدين أبو الحسن وزير شؤون المجالس النيابية. الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما أقدم جزيل الشكر لكل السادة المحافظين الذين حضروا اليوم لتهنئتنا. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. كما أشكر أيضا كل من الدكتور عبد الهادي قصيبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس لحضورهم اليوم وتقديم التهنئة. أشكر أيضا السادة الوزراء والمحافظين الذين أرسلوا لنا برقيات تهنئة بالعيد. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. سيادة المستشار عمرو مروان وزير العدل. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. الدكتور أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة. السيد محمد مرزوق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. السيد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المستشار مصطفى محافظ الأقصر، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، السيد طارق عفيفي كبير أمناء رئاسة الجمهورية، سيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الدكتورة فيبي فوزي وكيل أول مجلس الشيوخ، السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، سيادة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأشكر أيضا كل من فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي أناب عنه فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الوردان أمين الفتوى بدار الإفتاء للتهنئة، الأستاذة نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، المستشار عماد علي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية،